نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية مؤتمرا جماهيريا ضم آلاف من المعلمين من كافة محافظات مصر بمقر النقابة بالقاهرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وفي كلمته خلال المؤتمر دعا نقيب المعلمين إلى رسم صورة مشرفة لمشاركة المعلمين في عملية التصويت. آلاف المعلمين المشاركين في مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية وجهوا رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ودعم القيادة السياسية في كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلي والوقوف ضد التهجير القسري لأهل غزة. إنما على طول بنعمل في صمت ونفتتح ونضيف إلى قدرتنا، هو ده اللي احنا بنعمله. نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية وهو القادر على قيادة الوطن في ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. فقيد الله لهذا الوطن رجلا تسكن مصر في قلبه، فرفع رايتها وأعاد كرامتها وجعل الروح فداها وأعاد الوطن لأهله وبدأ في رحلة بناء. هتف المعلمون من كافة أنحاء الجمهورية بكل حب للرئيس السيسي لتأييده لفترة رئاسية جديدة، وحملوا العديد من اللافتات التي تؤكد على ثقتهم وتأييدهم له. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.